sudah tonton? Yuk subscribe, like, dan komen videonya. Jangan skip iklannya juga ya, karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. أنا محمد فاروق صالح زعرب مهندس معماري حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من الجامعة الإسلامية متزوج ولدي 4 أبناء أعمل في مجال الهندسة من فترة طويلة كان هناك في مسير في حياتي العملية العديد من المشاريع منها المشاريع الإسكانية المباني السكنية وأيضا إعداد وتصميم مشاريع المؤسسات وأيضا مؤسسات المجتمع المحلي مؤسسات حكومية ومساجد وأيضا بعض المناطق الترفيهية يعتبر مجال البناء والتشييد في قطاع غزة من أهم مجالات التنمية وهو تأثر بشكل كبير من الحصار الخانق منذ عام 2007 على قطاع غزة ونحن المهندسين اجتهدنا في إيجاد بعض الحلول الإبداعية ونحن في قطاع غزة نحاول أن يكون لنا دور تكاملي ومتوازن بين رعاية الأسرة التي تحتاج إلى متابعة وتربية وتوجيه ومتطلبات يومية للعيش بحياة كريمة ومعالجة الجانب النفسي للأطفال والزوجة والناتج عن الحروب والقصف والحصار وبين الجانب المهني الذي يحتاج إلى تركيز شديد وهدوء تام وتفكير مستمر من أجل الإبداع والتجديد وإظهار الجانب الحضاري وتلبية رغبات المجتمع بفضل الله عز وجل قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال